كابتن. انك تنزل الشارع تلقى مثلا حد خربش لك صاج العربية زي بعضه، حد فعص لك جنب في العربية، هنعمل ايه؟ المهم دلوقتي الفقرة دي بطلتها الأستاذة سحر والأستاذ مصطفى. يا باشا انزل حضرتك، اتفضل اتفضل يا مدام، انا اللي هركنها لك واروعك يا فاشل تحت امرك. شكرا. شرفت ونورت يا باشا، اهلا وسهلا. هركنها لك تمام وطوها لك. حاضر. انا الاثنين روعوها وظبطوها تمام تبقى عروسه. هروح اغير واجب. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور من غير ما تحس. ايوه ايه ده يا عم؟ ايوه في ايه اللي انت مهببه ده؟ انت عم انت مش بكلمك ولا ايه؟ مش بكلمك؟ بس يا ولية تستنى يا عم، انت مش مكلمك ايه اللي انت مهدومه في العربية دي؟ انت يا عم يا عم مش مكلمك؟ استنى فيه ايه؟ تقول لي انتوا مهببينه في العربية دي؟ مش مهببين حاجة احنا. ايه في ايه حضرتك؟ عربيتنا دي. ايوه عربيتكم. ايش عربيتكم؟ ايش عرفني انا؟ يعني اللي راكبين فيه دول ايش عرفك؟ دي مروه حضرتك وابو سته. يعني ايه يعني اللي انت بتقوله ده؟ هرتله يعني عريس عروسه وعريس حضرتك. احنا مالنا راكبين عربيتنا ليه؟ يوه فتحتها ازاي اصلا؟ انا مالي ابو مش الراجل السايس اللي هنا هو اللي فتحها؟ سايس مين؟ احنا هو فين؟ فين ده العربيه دي؟ السايس ده اسمه ايه؟ زينو. طب هو فين زينهم؟ الزفت ده فين زينهم؟ جلدت للست الكبيره كام؟ 500 جنيه. الست ام شرب احمر خدت كام؟ 500 جنيه. يعني انت خدت 500 جنيه عشان احنا ناجر العربيه دي؟ ما ادكش فلوس يا عم؟ اديني فلوس ايه ولا اخد فلوس منك انت ولا من سايس؟ انت بتهرتل وانت بتتكلم معايا كده بالنضاره دي مضايقني. مالكش دعوه بام النضاره. لا 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 انا كلم الست. بعد اذنك. نعم. يا بيه انا كلم الست. دي عربيتنا. معلش اتكلم الست بتاع ايه؟ معلش اكلم انا الست بعد اذنك. دي عربيتنا احنا. عربيتكم بعدين. ايه اللي راكب فيها دول؟ حضرتك دول فتح لهم زينهم الباب من هنا ومن هنا وخد مني 500 جنيه وقال لي هبقدي ال 500 جنيه للوليه مبشر بمدلدل احمر. ما تقولش وليه يا عم انت. يا حيوان انت. ايه وليه دي؟ قال لي هيدي ال 500 جنيه لمين؟ احمر. احمر منكم مالكش يا بنت يا عم اللي معاها واد عامل شكله ايه؟ لابس نظاره اهو. انت الناس واقفين اهم. ناس واقفين ايه؟ دي عربيتنا. فين المفاتيح العربيه؟ مالناش دعوه. مفاتيح ايه؟ مفاتيح العربيه بتاعتك. انت ما تعرفيش انه مبيت في بنها؟ بنها؟ زينهم مش زينهم. انا عايزه مفاتيح الزفت. مفاتيح العربيه حضرتك مش معايا. قلت لك سافر بنها. يا عم احنا مالنا بقول بالها؟ انت تروح تجيب المفاتيح منهم مش انت اللي تعرفه؟ بقول لك ايه، انا مش عارف ارد عليك وانت لابس النضاره دي. مالكش دعوه بالنضاره، احنا عايزين المفاتيح العربيه ودول ينزلوا من هنا. ينزلوا يروحوا فين؟ ما نعرفش في اي يعني دار. فرحه الناس دول يقعدوا متكدين يعني. بس يا بنت انت اللي بتقوليه ده. بس يا بنت سكتوا يا عم انت مالكش. يا عم تخلص يا عم انت في الحوار ده. يا عم تسكت حريمك يا عم انت ولا في ايه؟ سكت حريمك. سكتوا انت. بس يا بنت بس يا بنت بس 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 عايزين نفهموا بقى ايه الحكايه؟ ما انا مش فاهم لغايه دلوقتي احنا غلطنا في ايه؟ راجل ادانا دلوك العربية وخد 500 جنيه. 500 عفريت يركبوك. انا ماليش دعوة، انا عايزة مفاتيح العربية. وقال انا هديها لهم ببلوزة حمرة واللي لابسة بتاع احمر في دماغه. والله احمر منك ما لقيت. انا ماليش دعوة، انا عايزة مفاتيح العربية لحسن هصور لك اكيد النهاردة. ليه انا عملت ايه؟ ماليش دعوة. حضرتك دي بنت غلبانة يتيمة. ماليش دعوة، وديها الملجأ. والناس دول يعني يفضلوا كده متنكدين. بس يا بنت انت. بس يا بنت. بس انت عارف اصلا تمنها دي كم؟
هم معرفش تماما. ماليش دعوه، انزلوا، عايزه مفاتيح البيت. يا ست طلع المفاتيح، طلع المفاتيح من الاخر. انا عايزه مفاتيح العربيه دلوقتي. هم بيقولوا يا حلاوه الفار طلع النخل. ولا فكك من الحوار ده، ولا فار ولا زفت ولا قرد. تفكك من الحوار ده وطلع المفاتيح. افكني من ايه؟ انا مش انا كل ما اجي اكلمك ابص للدار ما بعرفش اكلمك يا ابني. يا عم ما تفكك من الهرتله اللي انت بتهرتلها دي وتطلع المفاتيح بالذوق احسن. ماليش دعوه. يعني ايه هرتله؟ حضرتك بتكلميني بطريقه مش كويسه. تكلمك بطريقه اللي هي تعجبها. مش عارف اكلم الواد ده بالنضاره. ملاش دعوه بالواد. اتسلم محمود. تحبس مين؟ انت وهم. هو كل واحد عمل له فورمه في دماغه. ماليش دعوه ولا فورمه ولا دعوه. اخ البس لي نضاره يبقى مهم. احنا غلابه. لو تسمعني لو تفهمني، البت مروه دي يتيمه. اتصل بالبوليس اقول لهم ان اتسرقت العربيه. ومش فاتحه شؤون اجتماعيه. ماليش دعوه. ابو سته، ابو سته ولا ابو سته ولا ابو تسعه ولا ابو زف. والناس دي بتقول كده يا حلاوتي الفردرع، يا حلاوتي الفردرع، يا حلاوتي الفردرع، يا حلاوتي الفردرع، يا حلاوتي الفردرع. تسكت يا عم. يا حلاوتي الفردرع، يا حلاوتي الفردرع. تسكت يا بس يا بنت، بس يا بنت، بس بس يا بنت. أما عصام شحاتة ده حكاية لوحده. تعالوا برضو نبص نبص بس. مبروك يا أبو ستة، مبروك يا مار، واركبوا يا حلاوة الفرد العنخلة، يا حلاوة الفرد العنخلة، يا حلاوة الفرد العنخلة، يا حلاوة الفرد العنخلة، يا حلاوة الفرد العنخلة. ايه اعمل حاجة ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ مين اللي عامل الحاجات دي في العربية كده؟ مين اللي عامل حاجات في العساكرة اللي بتاعت الأرض؟ انا عايز احكي معاك. انا سكت الناس دي من على سلف العربيه. سكت مين العربيه دي؟ مين اللي عمل الدفيه؟ يا فرح يا بيه يا عم فرح، يا سكتهم خليني اربعه معاك. استنى استنى استنى، مين اللي عمل كده في العربيه بتاعتي يا عم الحاج؟ احنا زوجناها، دي عربيتك. ايوه عربيه. امال العربيه فين؟ امال زينهم قال لي ليه انها بتاعت واحد اسمه محمد. اسمك ايه انت؟ محمد مين يا عم الحاج؟ ده اسمع صوت محمد مين. انت اسمك ايه؟ محمد مين؟ اسمع صوت يا عم. قال لي محمد طويل. لا ما فيش طويل، انا اسمع صوت زي ما انت شايف. خلي التكتك ده. طب يبقى ادالك ال 500 جنيه. 500 جنيه؟ هو حد قال لك ان انا بعت العربيه بتاعتي؟ مش بيع يا عم، ده ايه يا عم الحاج؟ ما عجرتش عربيتك. مش عارف اتكلم معاك. والناس الغلابه دول ذنبهم ايه؟ لا حول الله يا رب. يا عم الحاج انا عايز امشي على ورايا مصالح، وعايز اجيب عمال، وعايز اجيب عمال. استنى 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 استنى، انت بتقول وراك ايه؟ العربيه دي ايوه بتاعتي انا. ايه؟ انا راجل مقاول وعجيب انفار عشان تخلص الشغل اللي فوق. انا هم مستعجل، عايز اروح اجيبهم. ايه حكايتك بالظبط انت؟ يعني انت رايح، وايه اللي هيخليك تعمل انت في عربيتي؟ رايح تجيب انفار؟ ايوه راح اجيب انفار دلوقتي. طب يا عليهم الغي حكايه الانفار دي وخالص، وهنطلع من هنا على اسيوط. يا حلاوه المولد، يعني من هنا على اسيوط. ايوه فيها يا عم انت هتكلم الجاي، انت مجنون ولا ايه؟ يا عم فرح مروه وبسته، يا عم سجاد هتقطع مروه على بسته. الناس دول مالهم؟ بس انت مالهم؟ لا حول الله يا رب العالمين. شو تهدور يا عم الحاج؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج سكت الناس دي. سكت النبي، سكت النبي، سكت يا عم الناس دي يا عم الحاج. يا ابوي يا ابوي ساك عليك النبي. انا عايز امشي. هو زعلان، زعلان ان انتوا بتقولوا الفار طلع النخل. يا عم انا ماله، مال الفار اللي طلع ومال الفار اللي نزل؟ ولا كان الجريد بتاع النخل ولا كان النخله كلها؟ حتى انت هتجنن معاك وانت ملكلك على بعضك انت. انا ملكلك؟ ايوه ملكلك. عامل زي تلس الهرند. زي تلس ايه؟ ايوه تلس الهرند. لعل نقول بقى ايه معنى ده هرند؟ يعني ايه؟ معرفش ده هرند يعني ايه؟ ما انا صعيدي بس عمري ما سمعت. لا ما ولا عمرك هتسمع عنه. ايه تلس ده هرند؟ لا اله الا الله. على الرمول البهائم تاكله. يعني انا ترمي البهائم؟ ايوه تترمي البهائم انت و100 واحد زيك كده. اوعى تستدخل نفسك عليا. يعني انت بتغلط فيا ليه؟ انا جربت لك من بعيد. اغلط فيك وفي 20 واحد زيك من ساعه ما شفتك وانا مش مستريح لك، وهي ليله سودا بقى عليها من اول. انا هقول لك على كلمه عشان افهمك. أيوة انا حاسس ازاي تقول عليها الكلمه دي؟ عايز اعرفها انا. منين يا بصله عضك وانت كلك دموع؟ يا مثبت العقل والدين يا رب. اظن فهمت يا عم. انت عمال تقول لي باصله وعض، هو انت كلب عشان تعض؟ مش عيب؟ عيب ولا مش عيب؟ ما عشان انت راجل كبير وتخين ومفشلك ومهزق. انا مفشلك؟ ايوه مفشلك ومهزق. عشان لو مش مهزق ما تعملش كده في عربيات الناس اللي هتاكل فيها عيش. ما تقول لي زينهم الكلام ده، يا يحرق زينهم. واليوم الناس اللي شفت زينهم قولوها مرة واحدة وخلاص. يا حلاوة الفرد يا عم، قولوا مرة ايه؟ هقول لك سكتتهم علشان اسمعها مالي وقت. يا حلاوة الفرد.
بشت ما تتهيا اتفضلي يا ماما انزلي يا ماما اتفضلي اتفضلي يا امي يلا يا اختي بلا مروه بلا بتاع اوعى يا عم الحاج انزل يا ابو ستتنا على ابو سامح انزل يا عم انزل يا ابويا تعبت المعاك يخرب بيت نفسك الصور ده يا عم الحاج سكت الناس يا ابويا يا عم الحاج الله يهديك ما تخليش اعملها معاك يا عم انت ايش عاملها معاك يا بوي استنى استنى فيه ايه دلوقتي انت عايز ايه عايز المفتاح بتاع العربيه دي عشان اروح اجيب الناس تشتغل مفتاح العربيه دي ايوه مفتاح العربيه دي مع ابو سته مين ابو سته ده العريس الصغير العريس اللي قاعد جوه ده دلال طويل مش هخليه يبقى عريس واصل انزل يا عم الحاج انزل يا بوي الواد ما بيسمع ده واد اخرس ده اخرس ده هو ده عايز الطلب يا عم الحاج تعال يا بوي تعال من ايه هعلقه فوق هعلقه فوق مش تقاله هعلقه فوق قال او علي الطلاق اللي يجي ويفكوا لك ضربه بالنار مفاتيح العربيه فيها اللي موت هيا دي المفاتيح طب ما قلتش ليه الدم من الاول يا ابويا يلا يا ابويا يلا تعال الله اهي مفاتيحك اهي يا ابويا حد مفاتيح مفاتيحك اهي وريني يا ابويا ايه ده اللي انت هتعمله ده يخرب بيت يومك من اول اهو اهو بستأذنكم تتفرجوا معايا وتشوفوا الأستاذ حمدي حمزة أستأذن حضراتكم في حاجة بعد إذنكم يعني تعالوا معايا لحظة واحدة نبص بس نبص بس انزل يا انت ورب يا عم الحاج الله يهديك كلمنا انا هنا كلمنا انا الدعية دي هتنزل مع مانا ورانا مشاوير خلاص انا ورانا مشاوير ومش فاضيك هسجنك تسجن مين هسجنك انت وشد الامامة بتوعك دول الامامة ايوه انت تعرفش مين ابو ودود ماليش دعوة ابو ودود وبزاف بقول لك انا ليه اخد عربيتي عشان ورايا مواعيد امال مين اللي هيسوقها لاسيوط انت انا ماله مال اسيوط ايه شغلتك ده وما تطلعنيش من اعصاب الله يهديك طب لقيت لك حل تطلع مين لغايه بني سويف بني سويف هو اللي مشغلها اجره بالادم امال الراجل اتدخل 700 جنيه ليه يا بن ادم يبقى انت احمر وهو احمر زيك شكر يا بيه زعل شكر يا بيه يا حلال انا مش بيه كلمني وما تعرفنيش ترقصني هناك انا بكلمك اهو الامانه خلاص الدم غلف نافوخ بتقول ايه مش هرحمك مش هرحمك يا بيه انا ما اقدرش انزل البيت ده ليه لازم تنزل نزلها لنا اموتك في العربيه اموت مين اموتك بره بتاعتك دي هي فرخه مالك يا عم انا اللي مالي فيه انا اللي مالي برضه ايه يا راجل يا منافي يا عديم الدين تصف عيالك في عربيه راجل ما تعرفوش يا عم خلصني وخلص سكتني دول يا عم سكتني دول في عبد الملك يا عم سكتني دول بصي 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 بس هنصور قدام الفيس بصي 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 بس هنصور من غير ما تحس وبكده النهارده نقول لبعض باي باي وبإذن الله نتقابل بكره